في مباراة ودية تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع ضيفه المنتخب التونسي وبثلاثة أهداف لكل طرف. النشامى يتحضرون لمواجهة المنتخب العراقي في أولى مواجهات المرحلة الثالثة لتصفية كأس العالم، فيما يستعد نصور قرطاج لملاقاة منتخب مالاوي في تصفية كأس الأمم الإفريقية. وقبل بداية المباراة جرت مراسم اعتزال نجم المنتخب السابق وفريق الفيصلي عدنان عوض، حيث لعب صخرة الدفاع الأردنية لدقائق قليلة قبل أن يسلم قميصه لزميله محمد منير، ليودع النجم الكبير ملاعب الكرة بعد أن قدم من العطاء الشيء الكثير في الملاعب. والغريب في الأمر غياب الحضور الجماهيري تكريما لهذا النجم الخلوق. الواحد أدى اللي عليه وهو يعني ما خلى عن جهده جهد، بس بغض النظر لما تيجي تخلص كرة قدم بشعوره يعني الداخلي بتكون متضايق انه راح تنهي مسيرتك الكروية، بس الحمد لله هلا انا مدير فني لنادي شيحان، يعني ما بعدت كثير بعد مجال كرة القدم، وان شاء الله راح استمر مجال كرة القدم لانه يعني بصراحة كرة القدم بالنسبة لي حياتي ما بقدر ابعد عنها. وفي العودة إلى مجريات المباراة التي لم ترقى إلى المستوى المطلوب، افتتح نجم منتخبنا عبد الله ديب التسجيل في الدقيقة 20 بعد أن ضربت الكرة قائم المثلوث وتعود للشباك هدفا أول. بعدها حقق المنتخب التونسي أفضلية كبيرة وتحرك لاعبوه لإدراك التعادل الذي كان لهم ذلك في الدقيقة 30 عبر لاعبه عمار شمل من ركلة جزاء، ليتواصل بعد هدف التعادل تحليق نصور قرطاج في سماء عمان ويطلق الأمجد الشهودي تسديدة قوية لم يقوى عامر شفيع من السيطرة عليها ليكون الهدف الثاني في الدقيقة 32. وفي الشوط الثاني لم تمضي دقيقتين حتى سجل أحمد هايل هدف التعديل لكفة النشامة من كرة رأسية جميلة. بعدها أضاف نجم المباراة عبد الله ديب الهدف الثالث لكتيبة النشامة الذي وضع مهارته الفردية في مراوغة الدفاع التونسي لتسجيل الهدف. واستمرت لعبة الكراسي الموسيقية في تبادل التسجيل ليحتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لنصور قرطاج ويسجل منها عمار جمل هدف التعادل، وتنتهي المباراة الأخوية بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف في كل شبكة. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين نصور قرطاج ونشام المنتخب الأردني في سارة كروية رمضانية ودية استعدادا لتصفيات المؤهل لكأس العالم القادم. والمنتخب الأردني ليس بالحالة المطلوبة، فيجب الوقوف على الجاهزية الكاملة قبل المغادرة إلى إربيل لملاقاة المنتخب العراقي في أولى مباريات النشامة في تصفيات كأس العالم. يوسف البستنجي من استاد عمان الدولي، تلفزيون رؤيا.